أخونا الأستاذ يوسف عمته توفيت، فإن شاء الله ندعو لها وتعزونه إن شاء الله. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم عافيها واعف عنها، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها وجاف الأرض عن جنبيها وثبتها عند السؤال ولقنها حجتها واجعلها من الآمنين المطمئنين الفرحين المسرورين. يمن لها الكتاب ويسر لها الحساب وأدخلها الجنة بسلام. اللهم إنها فقيرة إلى رحمتك فارحمها، وأنت غني عن عذابها فتجاوز عنها. باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقيها من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلها من خطاياها بالثلج والماء والبرد، والهم أهلها الصبر والسلوان. اللهم الهم أهلها الصبر والسلوان، ولا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وقال الله أستاذ يوسف. الإخوة تعذى أخونا يوسف قبل ما نبدأ الدرس إن شاء الله. وخدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وألا يدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقيقها وجلها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا دائما ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الفقه في دينه والعمل بسنة نبيه، وأن يحيينا على الإسلام ويتوفنا على الإيمان، ويحشرنا في زمرة سيدنا وإمامنا ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم أما بعد، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أنا أؤثر أن احنا نقف في موضوع التاريخ العربي إلى ما قدمناه، يكفي يعني أن نبقى فيه شوية كويسين، ونرجع بهذا الدرس كما كنا من قبل إلى مائدة القرآن الكريم. وبمناسبة مائدة القرآن الكريم، أنا اخترت أن أطوف معكم حول سورة المائدة إن شاء الله لأسباب هؤلاء الآن. لكن مبدئيا، في حد معترض؟ احنا تبع الصوفية، اللي يعترض ينطرد. تمام. لماذا أنا اخترت سورة المائدة؟ سورة المائدة سورة مدنية ولا مكية الأول؟ مدنية. تمام. مش مدنية بس، لكن سورة المائدة آخر سورة نزلت من القرآن الكريم، آخر سورة نزلت من القرآن الكريم. في فرق بين آخر سورة وآخر آية، مش كده؟ عشان ما تتلخبطوش يعني. في آخر سورة وفي آخر آية، وفي عدة أقوال في الآخر دي كمان هقولها لكم أنا. في بيقول إن آخر سورة هي إذا جاء نصر الله والفاتح، وده جائز لأن النبي بعدها فضل يستغفر وكذا إلى أن توفي، وكان السيدة عائشة تسأله اللي أنت أكثرت من استغفار والحمد، قال هكذا أمرني ربي، فسبح بحمد ربك واستغفره. تمام. وده جائز،
لكن ممكن نقول إن آخر صورة كبيرة تشمل الأحكام النهائية هي سورة المائدة، تمام؟ وآخر آية اللي هي آية إيه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، دي موجودة في سورة إيه؟ البقرة. ممكن تلاقوا ابن عباس يقول آية الربا، مش الآية نفسها بتتكلم عن الربا، بس الآية اللي جاءت في أعقاب آيات الربا، لأنها أشهر آيات في القرآن الكريم عن الربا، اللي هي فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الآيات الواقع الشديد دي جي بعدها على طول، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وبعدها وإذا يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. فالآية دي موقعها بين آيات الربا وآيات الايه وآية الدين، لكنها آخر آية، حتى قال العلماء عنها هي وصية السماء إلى الأرض قبل انقطاع الوحي، يعني بعدها ما نزلش وحي، فكانت الوصية بالايه بالتقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ويجوز أن تكون سورة الفتح هي آخر ما نزل كسورة تذكيرية، ولكن سورة المائدة بيقين آخر سورة أحكام نزلت. طيب ما معنى أن تكون دي آخر سورة أحكام نزلت؟ إيه المعنى اللي ممكن نفهمه أو نستفيده أن دي آخر سورة في الأحكام؟ إيه اللي ممكن نفهمه؟ مش هسألكم ولا هتعبكم ولا حاجة كتير، أنا هجاوب على طول خلاص. ها؟ ويعني سيبنا من حكاية النسخ دي شوية، لأن أنا لا أؤمن بالنسخ، بس هقول لك أنا النسخ اللي عندي هو إيه. لكن خلينا نقولها بصيغة تانية غير ما ندخل فيها النسخ، تمام؟ هقول أنها أحكام نهائية. الأحكام اللي في الصورة دي أحكام إيه؟ نهائية، يعني ليس فيها تدرج بعد كده، خلاص اللي هيذكر في الصورة دي نهائي. وضحت النقطة دي؟ دي مزية الأحكام اللي في الصورة دي، إنك هتاخد الحكم منها نهائي، مفيش بعد تطور ولا تغير، تمام؟ طيب إيه حكاية النسخ بقى اللي بقولها الحاج كرم ديات؟ النسخ دي عند علماء النسخ على أنواع وأشكال، لازم تحدد أنت إيه تقصد. وحتى كلمة النسخ الآن غير النسخ اللي كان بيستخدمه الصحابة والعرب زمان، كانوا بيستخدموه بالمعنى اللغوي أكتر منه المعنى الاصطلاحي بتاعنا الآن، تمام؟ النسخ هو كل تغير يمكن أن يحدث أو تطور أو تضرر أو حتى في لغة في الاستثناء في الكذا، ده كله يسمى نوع من النسخ، تمام؟ فلما ينزل القرآن الكريم أول ما ينزل يقول إيه؟ يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع، وبعدين تجي الآية تقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ سكار حتى تعلموا ما تقول، هذا تطور. ماشي، وبعدين بعد كده تقول إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هنا في تدرج في التحريم بس مفيش نسخ. أنت عارفين نسخ يعني إيه؟ نسخ الشيء إلغاؤه، نسخ الشيء إلغاؤه. فلما أقول لك يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خلاص لغناها يا عم، أبشر، يبقى ممكن تصلي وأنت سكران، كانت اتلغت، فهمتني؟ فهل هي اتلغت؟ لا، ده دايرة التحريم اللي اتسعت، شملت الصلاة وكل الأوقات. خدت بالك من النقطة دي؟ ففي فرق بين إن دايرة التحريم تتسع وإن يحصل عندي نسخ. أنا بقول لك مثلا كان هنا إشارة على البتاعة ديت بتمنعك تعدي، خلاص شالوها، شو معناه؟ روح بقى اعمل اللي عايزه. وضحت النقطه دي؟ هذا هو معنى النسخ. اذا انت قلت ان لا تقربوا الصلاه منسوخه، معناها اقدر اقرب الصلاه وانا سكران، لان اتنسخت. ماشي، ما بنقولش انها اتنسخت، بنقول ان دايره تحريم الخمر اتسعت، ما بقتش محدوده على وقت الصلاه، لا ده بقت تشمل وقت الصلاه وغير وقت الايه وغير وقت الصلاه، بس لسه وقت الصلاه محرمه ولا طبعا ضمنيا محرم. وضحت النقطه ديت؟ ماشي. طيب هل واحد مثلا مدمن خمر نقول له يا اخي على الاقل ما تصليش وانت سكران؟ احتاجنا الايه ولا ما احتاجناش؟ شغاله الايه ولا مش شغاله؟
شغال. النهاردة احنا في امريكا، واحد اسلم الوقت عايش طول عمره في الخمر، كله مناسبته بيشرب خمر وبيشرب ويسكي وبيشرب بتاع، ويجي يقول لك يا عم بس ايه استنى عليا في الخمر شوي، عايز اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله عشان اعرف الخمر شوي. يقول لا 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 يجوز، مش هناخد منك الشهاده الا ما تسيب الخمر، ايه رايكم؟ لا طبعا ناخد الشهاده، ليس بعد الكفر ذنب، ياخد الشهاده حتى وهو بيشرب خمر. شوف وبعدين ناخده بالتدريج وناخده زي ما القران عمل، ونجي نقول له والله بس ايه خد بالك لما تيجي تصلي خليك تبقى فايق عشان تبقى عارف انت بتقول ايه، يبقى اشرب بالليل ولا مش عارف كذا لحد ما ربنا يتوب عليه. اما ااجل الشهاده ما اجلش الشهاده، ما في صحابه كانوا بعد تحريم الخمر بيشربوه. يعني ابو اليسر الانصاري اللي ورد في الحديث انه كان كل شويه يؤتى به فيضرب، يؤتى به فيضرب، لحد ما واحد من الصحابه قال له لعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك. النبي رد على اللي قال له كده، قال له ايه؟ قال له لا تلعنه انه يحب الله ورسوله. شو التعليم، شو التعليم النبوي بعد تحريم الخمر؟ خدوا بالكم لانه كان بيضرب، بيضرب يعني ايه؟ يعني الحمره حرمت خلاص، وفي عليها كمان ضربه اهو. وعلى فكره ابو اليسر الانصاري ده كان النبي بيحبه، مش هو اللي بيحب النبي بس، لا النبي كان بيحبه، وكان ما فيش واحد يقدر يضحك النبي وهو في قمه غضبه الا هذا الرجل. ايه رايكم؟ هو الوحيد اللي كان بيقدر يضحكه، وبالعكس كان بيعمل مقالب في كله حتى بما فيهم الرسول. كان يحب يعمل مقالب الراجل ده. يعني اذكر لكم موقف مثلا، الرسول ضحك عليه، راح جاب اعرابي معاه حاجه كده طعام جابوا منه، ها، وقام رايح عاطيه للنبي، قال له دي هديه مني لك يا رسول الله كلها وكده. الرسول اتبسط اكل منها، وبعدين بيبص لها الاعرابي جاي بيطلب من النبي تمنه، فقال له يا ابو اليسر انت مش قلت انها هديه منك؟ قال لا انا حبيت انك تاكلها لانها كويسه، لكن انا ما مش هدفع تمنه، ادفع تمنها انت للاعراب. والنبي ضحك مقلب من المقالب بتاعته. وهكذا كان 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 دايما يعني يضحك النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي كان بيحب وكان بيشرب الخمر. وكان يؤتى به ويضرب ويرجع تاني ويضرب ويرجع تاني، لحد واحد قال له لعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك، قال له لا تلعنه انه يحب النبي دافع عنه. وضحت النقطه دي؟ اذا كيف انا اقول منسوخه بقى؟ ما ينفعش اقول منسوخه، لكن اقدر اقول ايه؟ دايره التحريم ايه؟ اتسعت. لكن طبعا النسخ بمعاني الاصطلاح الموجوده، سواء نسخ التلاوه او نسخ الحكم وبقاء او نسخ التلاوه او نسخ الحكم مع بقاء التلاوه، او نسخ التلاوه والحكم، او نسخ التلاوه مع بقاء الحكم، هذه الاشكال يعني مش كل العلماء يتفقون عليها، وبخاصه نسخ التلاوه مع بقاء الحكم. ازاي انا عايز الحكم عايز له دليل والدليل بتاعه ينسخ باي باي باي, بأي طريقه، وينسخ هنا يعني يمحى من المصحف، يعني مثلا زي مثلا الرجم، قال لك اصل حكمه باقي والايه بتاعته اتنسخت اتشالت من المصحف. طب وانا عايز الدليل كيف تتنسخ مثلا يعني؟ او والله نسخ التلاوه والحكم زي ما ورد في بعض الروايات ان الاحزاب كانت تعدل البقره ونسخت الى ما هي عليه الان، ده كلام يعني مش ايه. او مثلا انه كنا مما حرمنا في كتاب الله 10 رضعات مشبعات فنسخنا بخمس وتوفي النبي وهن مما يقرا من القران الكريم، لا الخمسه موجوده ولا العشر، ماشي فيه مشكله. فانا شخصيا يعني احتمال حد تاني ما يعني له راي اخر، بس انا شخصيا مع الراي الذي لا اميل فيه في النسخ، بس حبيت اجاوب على النقطه بتاعتك يعني. لكن الاحكام التي في سوره المائده احكام نهائيه. النقطه الثانيه ان سوره المائده اهتمت بالعلاقات زي العقود، يعني أفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، فهي عبارة عن مجموعات من العقود، حتى كعقد مع الله أو عقد مع الناس أو عقد مع الأنبياء أو عقد مع كذا، يعني تضبيط العلاقات مع الناس كأنها العقود التي تبرم بين الناس وبعضها البعض. وهيبقى فيها أهل الكتاب كمان، سمعتم في الآية اللي تلوناها مش كده وبس، ولسه هيجي كمان. هي السورة أصلا هتختم بعيسى ابن مريم، يعني الصورة ديت بتختم بمين؟
بسيدنا عيسى لما ربنا هيسأله وأنت قلت للناس، لأن ده ميثاقه، الميثاق النبيين إنهم يدعوا إلى الله. فربنا يسأل عيسى ابن مريم: هو أنت غيرت الميثاق بتاعي؟ خالفته يعني؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما قلت لهم إلا إيه؟ ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك. تمام؟ لما نيجي عندها يبقى في كلام كتير. فهذه الصورة خطورتها أنها صورة الأحكام، صورة أحكام نهائية، بتقرر أحكام نهائية للأمة المسلمة. فإن شاء الله الطريقة اللي أنا هعملها معاكم فيها مش همشي بطريقة الآية آية، مش همشي بالطريقة دي. اللي حضر معايا بعض الصور قبل كده أنا عملتها بطريقة الموضوعات. فاللي هعمله معاكم إن هاخد موضوع موضوع، يعني هي فيها عدة موضوعات، مثلا الأطعمة الأشربة الحاجات دي كلها هجيبها مع بعضها، تمام، نتناولها وإلى موضوع من موضوعاتها تاني مثلا نكمله مع بعض، مثلا موضوع الأطعمة مثلا، يعني هيبقى عندك حرمت عليكم واليوم أحل لكم ومش عارف كذا، وإنما الخمر والميسر وبقى كل الحاجات اللي تتصل بالأطعمة الأشربة فيها هنجيبها مع بعضها، مش بترتيب الصورة، يعني بترتيب الصورة من ناحية الترتيب العام، لكن هنجيبهم مع بعض مش مفرقين. وبعدين لو الصلة مع أهل الكتاب هنجيبها كلها مع بعض مثلا، يعني الدعوة هنجيبها كلها مع بعض، العلاقات الأخرى أو ما يتصل بالعبادات أو غيرها هنجيبها مع بعض، يعني هاخدها موضوع موضوع. ده بيسموه في علم التفسير، ودي من المواد اللي أنا أصلا يعني بحبها وبدرسها، أصلا أنا بدرس في التفسير اللي هي التفسير الموضوعي. التفسير الايه؟ الموضوعي. يعني ايه التفسير الموضوعي؟ انك تتتبع موضوعات صورة او موضوع واحد في صورة او في القرآن كله، او مجموعة موضوعات في صورة او في القرآن كله. فاحنا اللي هنعمله هنتتبع موضوعات صورة المائدة في داخل صورة الايه؟ المائدة. بس هل ده يمنع حسب علم التفسير الموضوعي وبعض قواعد المحطة العلماء ان انا استعين ببقية القرآن او الاحاديث؟ لا، لا يمنع، لكن انا مرتبط بالموضوعات التي في صورة ايه؟ في صورة المائدة. فان شاء الله المحاضرة القادمة هتبقى مقدمة بين يدي الصورة في موضوعاتها بالكامل، هندوكوا صورة عنها ايه الموضوعات اللي فيها بتناقشها، واحتمال ندي محاضرة او اتنين في العقود، ما هو العقد، شروط العقد، شرط الواقف، أنواع العقود المطلوبة بشكل عام. وهذا من أهم أنواع الفقه اللي محتاجينه في البلاد دي، لأن العقود في البلاد هنا عقود متغيرة ومختلفة كثيرا، وفيها عقود كثيرة ليست موجودة في الفقه الإسلامي. لن أتكلم معكم في تفصيلات العقود الفقهية لأن عملية صعبة شوية، لكن سأتكلم معكم عن الفلسفة بتاعة العقود وما يقبل منها وما يرفض، ومعنى الشرط والشرط الحرام والشرط المهدر والشرط الجائز، سواء كان في عقود الأنكحة أو في عقود الأموال أو الكلام ده. فأول محاضرتين هيبقوا غلسين شوية عليكم لأنه هيبقى فقه تقيل شوية في العقود، بس مهمين جدا لنا في الحياة هنا من ضمن المشاكل اللي احنا بنعانيها، لأن في عقود كثيرة طلعت هنا زي عقود اللايف انشورن، زي عقود مش عارف كذا، هذه عقود اختلت فيها الاراء. ليه؟ لانها جديده، يعني في انماط عقود معينه معروفه في الفقه القديم الناس مش عايزه تخرج عنها. لا، في استجدت عقود كثيره، هل العقود صحيحه ولا مش صحيحه، واحتواء العقد على شرط فاسد او شرط محرم، كيف يتعم التعامل مع هذا العقد، وهل يمكن التعامل مع شرط فاسد لظروف اضطراريه موجوده ولا لا، ولا لحاجه ولا لا. يعني الكلام ده كله حاول ان انا ايسره، لانه كلام علمي مزعج اذا انا دخلت فيه من الناحيه العلميه ممكن تهنجوا معايا، لكن هحاول ابسطه قدر الامكان بحيث ان انتم تستوعبوه من غير تعقيد علمي ولا كلام مصطلح مكلكع ولا كلام من ده. ان شاء الله نحاول نعمل هذا، لكن المره الجايه سنبدا مقدمه بسيطه عن موضوعات الصوره، واذا تمكننا ان نعمل تمهيد لموضوع العقود، والمحاضره اللي بعدها واللي بعدها هأكد فيهم على موضوع العقود وأنواعها إن شاء الله.
نكتفي بهذا القدر. وإذا كان في أي سؤال حوالين ما تريدون أن تسمعوه في هذه الصورة ممكن أسمع الآن، أو مقترحات فيها. هي مواضحها غنية فما تقلقوش، هتسمعوا في كل حاجة أنتوا عايزين، من الزواج للمعاملات المالية للعقائد للعلاقة مع أهل الكتاب. هي صورة التموج بالعلاقات، تموج بالعلاقات، فهي صورة من أغنى الصور يعني إن شاء الله. في الحج، في عرفة، في حجة الوداع، في حجة الوداع في عرفة. طبعا طبعا. لا، واتقوا يوما آخر حاجة. النبي عاش بعد الحج 80 يوم فقط. ما فيش حد يقدر يقول لك بالضبط هذا الكلام، كلها أخبار لا معول عليها ولا فيها أي تأكيد. هي من آخر ما نزل، في أواخر حياته. هي الآية دي نزل فيها في عرفة، في حجة الوداع. أي سؤال؟ أي سؤال؟ ما تسألوش بعض عشان ممكن تدوا بعض معلومات غلط. ماشي.